اش نقول لك، هي اول حاجه احنا وقت اللي كسبنا الجمل وربينا الجمل اول حاجه خرجنا فيه لقيناه معنا وراثي. هذا اول حاجه ما كانش عاملين للسياحه الجمل، يعني نستحقوه احنا في حياتنا اليوميه، نتنقلوا به، نجيبوا به، نهزوا به، نجيبوا قدام، كنا نسافروا حتى على الجمال نجيبوا في الماكله من بلايص اخرى الجمل. واحد والله الصحراء، بالنسبه للصحراء احنا رانا يعني يسمى عندك الجمل والصحراء يسمى حاجه تجري في الدم نتاعك، بلا بها ما نعيشوش. يعني كي نبقى في البلاد حتى ما ثمش خدمه 10 15 يوم في السير باش نخرج نعمل ليلتين ثلاث. احنا رانا الصحراء هذه هي حياتنا، يعني هي عيشتنا. بالنسبه للجماله في رواحهم يعني متعودين طبعا، توجي مثلا الواحد من الساحل انا كي تهزني البحر ما نجمش ومنطقش اصلا مع هاك الرطوبه وهاك الواحد ونخاف من تلوحني في الصحراء كيف هو تو تهز البحر يعيش ويعوم وما يخافش ويدخل وين يحب ويمشي يتصرف. انا كيف انا نمشي للصحراء نلقى راحتي كان في الصحراء. الجمل نجم تقول جزء منا الأغلبية، معنا خاصة الكبار. الجيل الجديد أنا ولا يبعد شوي ولا يتحضر، أما بالنسبة لنا إحنا ما نجموش. فلاش نقول لك أنا تو من الستة قاعد لي جمل، قدام ما نرقد نمشي له، وقدام ما نفطر نمشي له. مستحيل ناكل لا نتعشى قدام ما يشوفه ولا نفطر قدام ما نشوفه. ينجم يعيش بالضبط يوصل حتى 13 14 15 قرح، نقول احنا مانيش عارف عندك سبع بالضبط هكاك. وخاصه وقت الولي متربي في العلفه ينجم يعيش اكثر، فهمت؟ الولي ديما بياكل وكسب صحته ينجم يعيش اكثر. والجمل راه تنجمي تعولي عليه، بري جيبي لي اي فصيله من الحيوان ينجم يقعد 10 15 يوم لا ماكله لا شرب. باش تلقي لي صبره هو يقول لك فلان، احنا عندنا مثل الطفل الشجاع واللي يصبر مثله بالجمل، يقول لك فلان زي الجمل. ساعات هو نشروا ساعات جمل من الجزائر، تصور انت ينطلق من دوز تسمع به يوصل للجزائر روح الأهل. وهذه صارت لنا عديد مرات. اسمع، وبعنا نياق مشت ليبيا وروحت لدوز. هو في الواقع احنا نربوا في جمالنا، على خاطر عندنا عزيله وعندنا يعني جمل خاص بالمرازيق، يقول لك عزيله مرزوقيه، يعني قبيلة المرازيقي عندنا عزيلة وحدنا وجمالنا، وكانت عندنا جمال يضرب بها المثل، كلهم ماركي، كلهم ما تشوفي فيهم الجمال كل ماركي. الماركة هذيك اللي تلقاها عليه بالنار، ساعات تلقاها على الخشم، وساعات تلقاها هذيك كل عائلة عندها مارك لها هي تخص بها. إذا كان لقيت أي جمال عليه كما هذا راه خارج من المرازيق. اما ديما الناس الضيف المرزوقي مثلا عائلتكم انتم شي ضيف في المثل نحطوها الضيف في خط اخر من هنا، يعني هذه العائله تحكي باه الاخر يجي يضيف مثلا حاجه كيما هكا هنا راه الفلان، الاخر يجي عامل خط هنا، كل حد كيفاش يبين ونبدو نعرفوه احنا هذه عزيله فلان هذه عزيله فلان. علاش انا مغروم حتى بالكورس؟ يعني جمال الكورس ما فارقنيش، من عمري 10 سنين من عام 98 وانا في الكورس. الاصل يلزم يكون اصل نتاع جري مثلا بال ثم بالمعروف. قبل احنا في تونس عندنا نقولوا القعوديات، اللي هي القعوديات بالموجوده يعني تبع دوز لكن في الرجيم عنده شكل جمال الجري.
يعني يكون لبته ذيك الصدر نقولوا له اللبه احنا لبته واسعه قويمه مسقمين خفه مدور الخيف ديما ظريف جمال الجري كركرته هذه اللي هنا تكون ظريفه يعني فيه خاصيات. اما تو عندنا ترساج نمشوا به 42 كيلومتر عندنا نقاط معينه هو ماراثون أسس يعني قاوري فرنساوي فرنسوا أسس في تونس 1990 أول ماراثون يعني وبعد عمله 92 وبعد قصه ورجع عام 2001 يعني عندنا كورس عالمي من عام 1990 42 كيلومتر ماراثون يجوه من مصر يجوه من الجزائر يجوه قرى يعمل ستاج عندنا احنا فرنسي سويس كل عام يركبوا عمانة والله جمال هي انواع يعني تونس للاسف باش نقولوا لك بالنسبه لجمال الجري فقدناه ما عادش ثم جمال الجري في تونس يعني كل نجيبه فيها من برا جمال الجري تو نمشي الجزائر نجيبه في جمال الجري. الجمال ولا ينقرض وينقص ينقص ياسر ياسر قدام كانت الجمال يوصل 500 600 جمل 200 300 جمل وزيد الجمل ولا مكلف تعرف كيف علاش مكلف حتى لا الشعير موجود لا سداري موجود حتى العلفة يعني بتعبش كي تدير خمس جمال مصروف حار وما تلقاش منين تشري الجمل هو قريب ينقرض والاسباب مش احنا ما حاجتناش بيها الجمل احنا تو ندير ثلاثة جمال كان تشوفهم مش ياكلوا في الليله في الاسبوع قداش يلزمني نصرف عليهم اللي كان هنا الحاله ما فهمش كلنا زي بعضنا انا مانيش يعني تصرف عليه في تصرف عليهم 300 150 في الاسبوع بين قرط وشعير وهو ما يدخلش اش تعمل انت تضطر باش تخرج منها كان الجمل عزيز ياسر وتو ولا يرخص بشوي على خاطر الخدمه ما عادش ثم الرحيل ومشي في الصحراء ما عادش موجود قد شوي سياحه زادت حتى السياحه عمل ماشي معنا تدهور الامور البل بصفه عامه يعني هي ثروه تونسيه باش تندثر هذا منظور بالنسبه لي يعني يعني هذا موروث يعني تونسي باش يندثر عام نوى قدام الكورونا رجعت السياحه العام الوحيد بعد الثوره خدمنا العام اللي قدام الكورونا خدمنا فيه دي خدمنا فيه الواقع هي رجعت الخدمه بالضبط هي قصه جت الكورونا ما عادش يعني حاجه باش تعمل عليها السياحه.